جائحة شكلت تحدي كبير للعالم بأسره، شكلت ربما صدمة للعالم بجميع دوله، والمغرب ما كانش خارج على هذا الإطار. الأيام الأولى كانت عصيبة للغاية، لأننا نتعامل مع عدو لا نعرف عنه أي شيء أي شيء. والتحدي الأكبر للصحفي المهني كان هو أولا التقاط المعلومة، أولا استيعاب ما يحدث، وثانيا محاولة وضع هذه المعلومات في قالب يقدم بشكل تحسيسي، بشكل توعوي، بشكل إخباري للعموم المواطنين. طبعا هذا التحدي اللي تحط أمام الصحفيين المهنيين كان تعامل معه بمختلف طرق. ربما الأيام الأولى شفنا واحد العدد كبير جدا من المبادرات ديال الدولة. هذه المبادرات كانت تؤجرى على شكل بلاغات إخبارية. كان هذاك الإشكال ديال هذه البلاغات الإخبارية، هل جميعها صحيحة؟ يعني التأكد من الصحة ديال هذه البلاغات والمعلومات اللي فيها. وهذا كان هذا شكل بالنسبة لنا تحدي ديال الصحفي، أولا يحارب الإشاعة، يحارب المعلومة الغير صحيحة ويقدم المعلومة الصحيحة. بعناد باش توصل للمعلومة الصحيحة يعني خصك تدير مجهود استثنائي جدا. هذا هو علاش المهنيين في مثلا في إقليم ستاد كان الاتفاق أن دار واحد المجموعة ديال تسمات بإعلاميون ضد الإشاعة. أولا كتحط أولا عندها جوج الأهداف. أولا الهدف الأول هو نفلتريو المعلومة، هذه المعلومات اللي للأسف الشديد مواقع التواصل الاجتماعي الآن تشتغل فيها بواحد، خصوصا في الأيام الأولى تشتغل فيها بواحد السرعة كبيرة وكبيرة جدا، سرعة اللي ما كتخليكش حتى تواكب التأكد منها. يعني هذه المجموعة قررنا أننا نفلتريو بعد هذه المعلومات. والمسألة الثانية هو تنسيق الجهود التوعوية بالأساس لذلك، خصوصا للخطاب التحسيسي للرأي العام والمواطنين. أكيد بأن بعد شهرين من بداية الجائحة إلى اليوم راكمنا من التجربة الكافية اللي تخلينا نتعامل بوعي وبمهنية أكبر مع هذه الأخبار، وعطتنا القدرة على أننا نواجه الإشاعة، بل أننا ولينا كنهاجموا الإشاعة وكنهاجموا المروجين ديالها بشكل احترافي، وبشكل اللي خلى بأن المعلومة الحقيقية هي اللي كتدوز للمواطنين. ما كانش الامر سهل، لان الا تكلمت على المعلومه راه ماشي بالضروري بان كاين استيعاب لهذه الضروره ديال المعلومه واستيعاب ديال التواصل حتى من عند مجموعه من 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 من, من المسؤولين ومن الدوائر اللي كتخرج هذه المعلومه. يعني كان هذا المد والجزر مع حتى مع الادارات اللي تقدر تمكننا من هذه المعلومه. ولكن مع الوقت بان بان الرهان ديال الدوله، الرهان ديالها بان تكون شفافيه، بان يكون التواصل الحقيقي مع المواطنين، بان المعلومه توصل كيف ما هي سميتو. هذه المساله خلاتنا ان العمل ديالنا ان شويه يمشي في ظروف احسن. ومن هنا احيي بحراره الجميع الاعلامي اقليم ستاد، لانهم بصدق بينوا بانهم جزء لا يتجزا من هذا المجهود الجماعي، من هذا الذكاء الجماعي ديال هذا البلد العظيم، وقدموا خدمات كبيره وكبيره جدا، بل انهم كانوا ايضا في الصفوف الاماميه ديال المواجهه. راهم كانوا في داخل المستشفى ديال الحسن الثاني، واكبوا جميع التطورات ديال الوباء منذ بدايته، بالتالي يستحقون الثناء هاد الاعلاميين الشرفاء والاعلاميين المجدين والاعلاميين المناضلين في هاد الحقل.